الهاتف الدكتور شريف الخريبي الخبير الاقتصادي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. دكتور شريف اهلا وسهلا بيك معنا في استوديو الاخبار. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بيك يا فندم. شايف ازاي تطور قطاع البترول خاصة مع الاكتشافات الجديدة اللي تم اكتشافها؟ طبعا بنتكلم على حقول حقل نورس وحقول تانية في شمال الدلتا. الحقيقة طبعا هذا القطاع يعني كان حصل ليه مجموعة او يعني نقدر نقول سكون لفترة كبيرة، ثم من سنة تقريبا تم الاعلان عن الحقل العملاق اللي موجود في البحر الابيض المتوسط، والان تم او اليوم تم الاعلان عن مجموعة من المشروعات والاكتشافات التي تمت في خلال الفترة الماضية. الحقيقة دي كلها اخبار مبشرة، اخبار تدعو لي ان شاء الله الثقة في المستقبل والثقة فيما نفعل، لان النهاردة ربنا سبحانه وتعالى اراد ان هو يعطينا بعض الدلالات عن ان ما يحدث الان في مصر هو الشيء الصحيح، من ضمنها قطاع البترول. طبعا لما بنربط هذا القطاع بالقطاعات المرتبطة به زي انتاج الاسمدة على سبيل المثال، والمشروع اللي تم افتتاح التوسعات بتاعته النهاردة، حضرتك لو بصينا للنقطة دي من زاويتين، زاوية تقليل الاستيراد من الأسمدة، والزاوية الثانية هي استخدام الأسمدة التي سيتم إنتاجها في مشروع استصلاح المليون ونصف فدان، لأن موضوع المليون ونصف فدان كلها أراضي جديدة وتحتاج إلى كمية أسمدة ليست بالقليل. اسمح لي انا عايز اشير لحاجه بعد اذن سيادتك مرتبطه بما حدث اليوم. النهارده سياده الرئيس موجود في دمياط، كان بالامس القريب في اسيوط، ثم قبل ذلك كان هناك مشروع قناه السويس وهكذا. فلو حضرتك شفت او سمعت او راجعت استرجعت الكلمه الاولى اللي قالها السيد الرئيس بعد تولي الحكم، انه وعدنا بان تتم التنمية على مستوى الجمهورية وفي مختلف القطاعات. لما ننظر الان نجد ان هناك مشروع في دمياط، هناك اخر في اسيوط، هناك ثالث في جنوب مصر، هناك رابع في سيناء، هناك خامس في مدن القناة من خلال التنوع قناة السويس، وبالتالي التنوع الجغرافي والتكامل الجغرافي، وبحيث اصبحت العاصمة ليست نقطة جذب، لأن كانت العهود السابقة تهتم بالعاصمة فقط. أيضا العاصمة من كتر ما هي كانت جاذبة سموها مصر، كان فيها كل حاجة، فكان المصريين بيأتوها من الدلتا ومن الصعيد ويتركزوا فيها، فحصلت العشوائيات وحصلت مشاكل كتير. لما يبقى فيه استثمارات وجذب للسكان في أماكن تانية بالتأكيد ده خير علينا كلنا. النقطة الثانية برضو اللي أحب أشير إليها بعد إذن سيادتك هو ان هذه المشروعات ليست في قطاع واحد، يعني النهارده قطاع البترول، بالامس كان قطاع الكهرباء، قبل ذلك في قطاع الزراعه من خلال مليون ونص فدان. اول المشروعات اللي ظهرت للنور كان مشروع في قطاع اللوجيستكس في منطقه قناه السويس، ثم هناك ايضا مشروعات اخرى مرتبطه بالبنيه الاساسيه متمثله في الطرق وخلافه. وبالتالي فما يحدث في مصر الان هو تنميه افقيه في على مستوى الجغرافي وتنميه راسيه على مستوى القطاعات، وهذا شيء الحقيقه لم نعهده في العهود السابقه. اتمنى يحس بها المواطن المصري عن قريب، يكون مردودها سريع على المواطن المصري. الدكتور شريف الخريبي الخبير الاقتصادي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجيه، بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. كمان بينضم لي